بالنسبة لحل بعض النزاعات ولا بعض تبقى شقيقة سوريا. شقيقة سوريا أولا من الناحية القانونية هو بلد مؤسس للجامعة العربية، يعني صحيح. شرعا ما فيش من ناحية الشرعية تواجدها طبيعي. من الناحية السياسية بالأخص الظرفية، هما بنفسهم الأشقاء تاع سوريا يقول لك احنا ما نكونوش سبب لتفرقة الصفوف أكثر ما هي متفرقة. راه عندهم وقت مهلة تاع تفكير، وحنا عندنا مهلة تاع تفكير، والعرب راه باتصال معاهم. قرار لم يتخذ بعد سيادة الرئيس بناء المعطيات العامة يعني. احنا نسعى ونسعى بجد ونسعى بإيمان راسخ في الوحدة القومية. سيادة الرئيس.